فالسؤال أحبائي، كيف أتعامل مع الوباء؟ رح أقول عدة نصائح. أول شيء، ما فيش داعي للرعب ولا داعي للخوف، لأن الله لم يعطنا روح الخوف للعبودية. فالخوف يستعبد بل يستبد في الإنسان، فتتحول حياته إلى أوهام وسراب، وعايش دائما في كل شيء. يعني صارت الناس تخاف تطلع وتفوت وتحكي وتتكلم، يعني مرات بتزيد هالناس أكثر من اللازم، كأنه ربنا مش موجود. وللأسف المؤمنين اللي المفروض إحنا الإسعاف تبع هذا العالم عم بتخبوا في البيوت أكثر من الناس التانية. ما في داعي للانزعاج، ما في داعي للقلق، ما في داعي للخوف. كلمة لا تخف وكل مكوناتها وكل مرادفاتها أكثر من 300 مرة موجودة في الكتاب المقدس. فلو أنا باخذ وعد الرب أنه ما أخاف، أنا بستمد قوة من حضور الرب في حياتي. ثم شيء ثاني، طب لما في أزمة شو أنا رح أتعلم من الأزمة؟ هل حياتي اليوم مثل ما كانت قبل 3 شهور، ولا في دروس عم بتعلمها؟ سواء من ناحية روحية، من ناحية عملية، حتى من ناحية أسرية. كيف علاقتك أنت والأسرة؟ كيف علاقتك أنت والأولاد؟ كيف علاقتك أنت وزوجك أو أنت وزوجتك؟ فشو ممكن أتعلم من خلال الأزمة؟ شيء آخر أحبائي، الأزمة المفروض لازم أتعلم حكمة وأتحلى بالحكمة، محتاج حكمة الرب. في سفر الأمثال إصحاح 22 آية 3 مكتوب: الذكي يبصر الشر فيتوارى. مش بيتحدى الشر، في وقت لكل شيء. ثم شيء مهم جدا، وهاي الرسالة للكل بصراحة، إحنا محتاجين، يعني المشكلة تبعتنا يا على الكم الهائل، الناس كلها صارت أطباء، وكلها صارت حكماء، وكلها صارت دكاترة لاهوت، وكلها صارت معلمين، وكلها صارت يعني أعطوا الحلول لكل العالم، خلاص ما عادش في عنا مشكلة. أحبائي للأسف في قوانين حكومية، في قوانين طبيعية، وفي قوانين روحية. في قوانين حكومية أو في قوانين صحية، يعني العالم بحاول يكتشف شو المرض، يعرف نوع المرض ويكتشف اللقاح أو العلاج لهذا المرض. لكن اللاهوتية، من ناحية لاهوتية أو الناحية كتابية، إحنا لازم نعرف نميز شو سبب المرض، ليه المرض، شو اللي ممكن نتعلمه، هل في شيء الله عاوز يكلمنا فيه، بغض النظر ضربة ولا غير ضربة. ما نقعدش نتحاور ليل نهار، لا هذا قضاء، هذا ضربة، الناس كلها شرير، الناس كلها فاسدة. لا، أنت ما بتعرف، ما تكون ديان ولا حاكم لأي شخص. كلنا متساوون بغض النظر مسلم مسيحي، عنا احتياجات نفسية وجسدية وروحية واجتماعية، فكلنا في الموازين إلى فوق، كلنا محتاجين نعمة الله. فبدل ما أقعد ليل نهار أتفلسف وأعرف شو السبب، طب شو الدرس اللي أنا بتعلمه؟ محتاج حكمة إلهية. الكتاب أحبائي بذكرنا إنه الله ما بيتفاجأ، حتى في الكورونا مش متفاجئ، وإنه إحنا كمؤمنين لا نخاف خوفهم. الناس بتخاف يمكن لأنه ما عندهاش رجاء، خايفة من المجهول أو خايفة من الأبدية، بس إحنا مش لازم نخاف هذا الخوف. على فكرة هذا الوباء جدي، مش لازم تستهين فيه ولا تقلل من أهميته، فخذ كل الاحتياط وكل الوقاية. لما اليوم الأطباء بقول لك يا حبيبي غسل إيديك، ابتعد على الأقل 2 متر، ودائما استخدم الأمور العازلة الواقية، إذا كمامة، إذا كفوف، إذا أي شيء، لحد ما هالمحنة، ما حد هالغيمة تعبر، والأمور راح ترجع. على فكرة مش راح تضلها في هذا الوضع. مع كل هذا، يعني إحنا في عنا السلوك الروحي، بس لازم كمان نسلك بالتعاليم الوقائية اللي حكوماتنا أو أطبائنا بيطالبونا فيها إن نكون مطيعين. شيء آخر، تذكر إنه الله
He is sovereign. إله السيادة والسلطان، السيادة الكاملة المطلقة. الله مش غايب عن الأحداث ولا متفاجئ من الأحداث. إله السيادة الكاملة، لأنه منه وبه وله كل الأشياء، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، وأن الله متسلط في مملكة الناس، وأنه فوق العالي عاليا يلاحظ، والأعلى فوقهما. الله مش بعيد ولا صامت، الله حي، الله موجود، الله عارف. هو يعني اختبى عنه في كورونا ولا تفاجأ في الموضوع؟ ثق في معاملات الله، ثق في صلاح الله، ثق في محبة الله، ثق إنه كل شيء رح يتحول للخير إذا أنت بتحب الرب. شيء آخر أحبائي، نعاوز أقول لكل مؤمن، استخدم كل فرصة للخدمة والشهادة. أوعك تضوع الفرصة، أوعك تضوع الفرصة. كم من المؤمنين القتلة، وكم من المؤمنين اللي فعلا المفروض نقود الناس للحياة الأبدية، لكن بسببنا أحبائي أعثرنا ودمرنا. أحبائي لازم نشهد حتى نكون صادقين في المحبة. هذا الإيمان العامل بالمحبة، ما هو قال يسوع أطلب من رب الحصاد أن يرسل فعلة، مش ناس بس تتكلم كلام، فعلة أكشن. الفعلة هم يتكلم عن الحصاد، تحصد يعني تستخدم المنجل. فإحنا لا نحب لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق. فالفعل أحب استخدم كل فرصة، كل إمكانية، كل فلس موجود في جيبك استخدمه لمجد الرب. اظهر محبة المسيح، تسامح المسيح، لا تكن ديانا أو محاسبا للناس. اترك المحاسبة، اترك الدينونة للديان اللي عنده الحق والشرعية إنه يدين. شيء آخر أحبائي، صلي. لما بتشوف هذا الوضع إحنا محتاجين نصلي. في أخبار الأيام الثانية إصحاح 7 بنرجع للآية اللي اقتبستها بالأول، فإذا تواضع وإن أرسلت وباء على الأرض، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي وراجعوا، ما هو لازم يكون في توبة، وراجعوا عن طرقهم الردية، فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. إذا في وباء ضرب كل الأرض، الرب هو القادر من خلال صلوات المؤمنين وطلب وجه الرب إنه يبرئ أراضينا. بصراحة الحياة قصيرة، المؤمن متأكد من مصيره، عارفين إنه إحنا إلنا السماء والحياة الأبدية، لكن فرصة لربح النفوس. فالأخطر أحبائي هو الانفصال الأبدي عن الله. إذا أنت غير مؤمن اليوم تسمع الرسالة، أوعك، يمكن خايف من الوباء، خاف من رب الكون كله اللي ممكن يحطك في جهنم ويكون انفصال أبدي عن الله. المؤمن عنده رجاء، عنده خلاص، عنده يقين. خلينا نصلي أحبائي. طب نصلي شو؟ نصلي نطلب إنه الله يشفي ويبرئ بلادنا، بس خلينا كمان نصلي لحكوماتنا وحكامنا وقراراتهم. صلي لمن هم في منصب، خلينا نصلي من أجل اللاجئين والفقراء، خلينا نصلي من أجل الذين فقدوا العمل، صلي من أجل الذين هم في الخطوط الأمامية مثل الأطباء، مثل الممرضات، مثل رجال الإسعاف والإطفائية، مثل الشرطة وهكذا. خلينا نصلي من أجل المسنين، حماية لهم. صلي كمان أنه يكتشفوا العلاج والحل. تذكر أنه كل أزمة تخلق فرصة. يوسف في العهد القديم رأى المجاعة لكنه رأى الحل وأنقذ العالم القديم من المجاعة. باختصار أحباء، العلاج هو التوبة.
نسترد العلاقة مع الله، نفهم خطة الله للخلاص. الله وعدنا أحبائي في أيام جميلة جاي، اللي مش راح يكون فيه لا مرض ولا وباء ولا حزن ولا خوف ولا ظلمة ولا موت ولا لعنة. راح تكون سماء جميلة وأرض جميلة وكل شيء جميلة. نفهم طبيعة الله، قداسة الله، نحترم قوانين الطبيعة، نحترم أجسادنا اللي هي هياكل للروح القدس، وأنه الكنيسة لها دور، لها مهمة في هذا العالم، وأنه قيمة النفس أهم بما يقاس. الرب يباركك.